صباح الخير ومن عيد كلنا المجو الركن المجوال صباح الخير. هلا في قلت غلط؟ لا، العيد العميد الركن المجوال شربل فغالي. بيمشي حال جنرال؟ جنرال بيمشي الحال. جنرال فغالي اهلا وسهلا فيك بالام تي في. حضرتك كنت حضرتك قائد الكلية الحربية سابقا. صحيح. الكلية الحربية يلي هلا رح نحكي عنها بعد شوي مع الدبلومز الجديد يلي صارت تتقدم، رح نحكي عن حياة الجندي، رح نحكي عن تأثير الحياة العسكرية على الشباب. أول شيء أول سؤال، جيشنا قد إيه قوي؟ لك أنا معنوياتي قوية، وأنا بقول لك بكل صراحة الجيش كتير قوي، الأقوى على الساحة اللبنانية بكل راحة ضمير، لأنه أول شيء مدعوم من قبل الشعب، والجيش الذي يدعمه شعبه لا يقهر ولا يهزم. نعم. جنرال، شو الصفوف اللي بتتقدم بالكلية الحربية؟ بعرف انه في بروجرام مهم جدا. اول شيء في شروط الدخول على الحربية، اهم الشروط هي انه يكون التلميذ معه ترمينال 12 20 ومن فوق، وعمره يتراوح بين 18 و 22 سنة. نعم. وفي بس يقدم ترشيحه، في عنده اختبارات، عنده اختبارات نفسية، اختبارات صحية رياضية، عنده اختبارات خطية، وأخيرا وصول أمام اللجنة حتى يشوفوا شخصيته إذا ضابطة أنه يكون ضابط بالمستقبل. هلأ بس يدخلوا، بس يدخلوا على الحربية. نحن عنا بالحربية بنعلم علوم عسكرية وعلوم مدنية. هلأ العلوم المدنية بيقدر يتبعها إذا كان الإنسان علمي أو أدبي. يعني مثلا علمي عنا انفورماتيك، فيزيك، شيمي، ماتيماتيك، استاتيستيك، وبالعلوم الإنسانية عنا تاريخ وجغرافيا وتربية مدنية و... نعم. كل هالأشياء اللي العلوم الإنسانية. بالإضافة أهم شيء تعلم اللغات، عندنا اللغة العربية أفضلية أولى، اللغة الفرنسية، الإنجليزية، واللغة العبرية هلأ دخلت جديد على أيام. وأهمية تفضل 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 كيف أسألك. والرياضة قد الرياضة مهمة واللياقة البدنية؟ الرياضة أنا تركها للمرحلة العسكرية. عندنا العلوم العسكرية بننشئ الضابط التلميذ انه يكون قائد ناجح بالمستقبل، بندربه ميدانيا معنويا ليكون عنده المناقبية اللازمة، بالإضافة للتربية البدنية. وأنا هون أنا بس أجمع التلاميذ، أنا بركز كثير على التربية البدنية لأنه أنا بعد الهلأ بسابق بالماراثون أنا والتلاميذ. أنا بقول لهم التربية البدنية مهمة جدا، هي ميزة لثلاث شغلات. هي ميزة عسكرية لأنه خشونة الحياة العسكرية بدها قوة بدنية لحتى يقدر يخوضها الإنسان. ميزة صحية، يلي بيعمل رياضة كثير، يلي بيعمل رياضة كثير كلنا بنعرف إنه ما بيروح عند الحكيم كثير، صح؟ وهيك بدنا عسكر نحن. وميزة جمالية، أي مرة أي شخص ناصح بيكون منظره بشع، بس يعمل رياضة بيجمل حاله. بقى التربية البدنية شغلة مهمة كثير عنا بالحربية. جنرال، عم بيقطعوا صور من اللي حضرت لنا إياها. نعم. فينا نعلق شوي؟ مثلا حضرتك هون مع رئيس جمهورية سابق عم بتسلم السيف، صحيح؟ للضباط اللي نعم. عم بيتخرجوا. هيدا السيف أنا بسلمه لرئيس الجمهورية، فخامة الرئيس، فخامة الرئيس بسلمه للضابط المتخرج. هيدي الدورة هلأ الحالية 2014 نحرموا منها. ليه نحرموا منها؟ بنعرف انه طبعا لانه في فراغ على الرئاسة الأولى، لانه الاصول
تسليم السيف من قبل رئيس الجمهورية، خاصة أن الرئيس الجمهورية هو قائد الأعلى للقوات المسلحة. نعم جنرال، يعني مسيرتك العسكرية غنية جدا جدا جدا، في كتير صور، بدي أحكي شوي بعد عن يعني المبادئ والتعليم يلي بتقدموه بالكلية الحربية. كيف بيواجه، كيف بيتعلم الجيش يواجه الخطر؟ لك استاذ، نحن بالحربية بنركز كثير أول شيء على شخصية الضابط، لحتى يطلع بين إيديك عسكري، عسكري أنا بقول عسكري لأنه أنا عميد، بس أنا عسكري برتبة عميد. نعم. أنا هيك بقول لهم، اوعى تفكروا أنه الضابط غير العسكري، نحن عسكر برتبة عميد. قبل كل شيء بدها أرضية صالحة، يلي هي بدك تجيب عسكر صالح ناجح تشتغل عليه بتدربه. شغلة تانية بدك بدك تشتغل عليه، وبعدين المهمة بدها تكون وطنية، ما بتقدر تشتغل عليه وتكون المهمة تروح توديه يفجر حاله. نعم. كمان بحاجة لقائد مميز لحتى يوصل الرسالة للعسكري مثل ما لازم. ونحن بنخلي هالتلميذ وهالعسكري بنخلي يقتنع انه المواطن فوق كل اعتبار، يعني بنحببهم ببعضهم، بس يفوتوا على الحربية بيصيروا يحبوا بعضهم، بتحسن انه ما عاد عندهم اصحاب مدنية، كلهم اصحاب طوني مع محمد مع شربل مع الى اخره، بيحبوا بعضهم، بيتخطوا الحدود المناطق، حدود الطوائف، وهيك بيندمجوا مع بعضهم. بيصير شربل يلي من جبل لبنان بس يسمع بواحد مات بالجنوب او بالشمال بيتأثر وبيتحمس انه انا لازم دافع عنه، انا ما دافعت عنه. هيك بنخليهم يحسوا، لسبب بيطلع الضابط مندفع بتلاقيه ماشي قدام عسكريته. لما نحكي عن التضحية، هالكلمة هيك البسيطة بس مفهومة تقيل، شو صعوبة نفهم كشعب يعني كل التضحيات يلي بيقدمها الجيش، وبالوقت نفسه ككلية حربية كيف بنفسر هالشي للعسكر؟ بتعرف الشعار الجيش هو شرف تضحية وفاء. ما في هلا العسكري او الضابط يلي بده يدخل على الـ على الـ على الـ على الكلية الحربية او على الجيش، ما انه رايح يشتغل بمعمل، عارف حاله انه في خطر وعارف حاله انه مواجهته صعوبات، هو بيشتغل على حاله ونحن بنشتغل عليه لحتى يكون عنده هالاندفاع. نعم. شوف صور مع هيدي من هيديك السنة، هيدي 2013 دورة الشهيد وليد الشعار، النائب الشهيد وليد الشعار. هون عم بيحط الإكليل الغار على نصب الشهداء ضباط الجيش، وعادة التلاميذ هاو اثنينهم بيكونوا أولاد شهداء، بنقيهم تنقاية أولاد شهداء. جنرال، الشعب اللبناني بيطلع بالجيش وبيقول هيدا هو المنقذ تبع البلد، كيف المؤسسة بتنمي هالسمعة وتشتغل عليها؟ طبعا بالعمل المتواصل وبتضحيات وبشغل كتير، ولكن كيف فعلا؟ لك بدي أقول لك شغلة، هيدي من 2005 لليوم في شغلات صارت بالجيش ما كانت تصير، كانت تصير بس مش بهالكسرة هيدي. كتير مهم انه الشعب يتواصل مع الجيش، بس يتواصل الشعب مع الجيش بصير يحبوا للجيش، بصير الداعم الأكبر. اوعى تفكر نهر البارد، لو ما في شعب داعمنا هونيكي وصرنا بدنا صرفة انه نخلص المعركة كرمالهم هن، ما عاد نسينا حياتنا، نسينا كل شيء. انه الشعب، انا برجع بقول لك، الجيش الذي يدعمه شعبه لا يهزم ولا يموت. نعم. مقتنع فيها. وانا بقول لك الحمد لله بهالقيادة، يلي القيادات اللي عم تجينا، حط براسك انه الجيش بخير، البلد بألف خير،
وريحوا أعصابكم. إن شاء الله. جنرال في كتير صور جبت لنا إياها، ما زال في كنا عم نحكي عن النهر البارد، فينا نفجأ صورة ونعرف المشاهدين. هذا العماد سليمان كان قائد جيش، أنا كنت قائد الفوج المجوأل، العائد سامح ويك صار عميد قائد القوة الضاربة، العميد صالح آس كان عائد بوقتها هو كان قائد الفوج المغاوير، والعميد جورج شرام قائد الفوج مغاوير البحر. نحن كنا القادة يلي كنا عم بنهاجم. نعم. هلأ كان في قطع ساهموا، بس نحن كفوج عضوي كله سوا. كنت موجود لكن بنهر البارد. نعم. كنت عم بتحارب، كنت عم من القادة بالمعركة. في صور هون عم نشوف كذا واحدة بالمثلا داخل فوق هيدي من ليلة القيادة تبع الفوج تبعي. بس كان الله يرحمه اللواء حاج بده ينزل على المعركة بتلفن اللي بيقول لي شربل حضر المليلة، بيجي لعندي وبنزل أنا وياه على وهيك بكل الصور يلي بتشوفهم بذكرى استشهاده الله يرحمه ظاهر أنا بالصور كلها تقريبا. مشاهدينا بدي أفرجيكم ميدالية بشكل غير معودين عليه. هيدي ما بعرف إذا فينا نعمل زوم شوية، قطعة تكنولوجيا مش بس هيدي التايمر تبع الأربجي. هيدي إذا الأربجي ما ضرب بشي بينفجر على 800 متر بالهواء. هيدا السلاح الروسي أكتريته بهالشكل هيدا، والمضاد للطائرات بتشوف مفقع بالجو كمان بالطريقة ذاتها. هيدي وين شلناها يا جنرال؟ هيدي كانت هون، هيدي بصدرك؟ صابتني بصدري، كسرت لي 3 ضلاع وخزقت لي الرية من أولها لآخرها، وصار معي توقف بالقلب. الله يخلينا الدكتور بيير تكره حمبالي، دكتور بيير يوسف. نعم. هو يلي عمل لي العملية ودبحني من ظهري وفوت إيده وشل ومشل القلب، لأن كان متوقف القلب توقف مرتين، مرة دقيقة ونص ومرة دقيقة. الحمد لله على السلامة. وما كان يقبل يضربني بصعقة كهربائية، قال بركي صار معي شي براني. نعم. وأنا بوجه له التحية لأنه أكيد القديسين وعائلتي كانوا وراء إنقاذي، بس هو كمان هو إيده يلي أنقذت كمان. وأنتوا وراء إنقاذنا بهالتضحيات وبهالحياة العسكرية اللي منشوف نسمع بالأخبار ومنعرف، يعني طبعا منتابع ولكن بيضل في تفاصيل كتيرة في أوقات كتيرة ما منسمع فيها بالأخبار. صحيح. وبالجرايد، يعني اللي بيقوم فيه الجيش اللبناني كل يوم منعيشه نحن هو يعني شيء مميز وشيء مش قادرين بتصور نحن نستوعب فعلا مدى هالشرف وهالتضحية وهالوفاء. يعني من بعد هيك إصابة نرجع منفوت على المعركة بالنفسية نفسها، أو يعني شو بيصير؟ كيف تتأثر لما توصل يعني معركة في أدرينالين، في ميشن عم بتصير، وفي يعني عم نخلص بلد من مشكلة طويلة عريضة، وبعدين بتصير يعني بننسى حالنا، نتذكر حالنا لما نكون بالمصيبة بالمستشفى بهالحالة. مضبوط. لك قبل كل شيء الجيش هو رسالة منه وسيلة ارتزاق مثل ما حكينا، وفعلا بنهر البارد وبكل وعبره وكلهم كان في اندفاع فظيع. يعني تصور انه نص العسكر ينصاب مرتين وثلاثة ويرجع على المعركة. نعم. هون بتشوف الاندفاع، يعني هاي ما بتلاقيها بغير الجيوش. يمكن بتلاقي سلاح ضارب بغير الجيوش، بس ما تلاقي بشر مثل جيشنا. ما منلاقي جيش مثل جيشنا. قديش كم ضابط كان مفروض انه اليوم ياخذوا الدبلوم تبعهم يتخرجوا؟ حوالي 270 ضابط. هذا الشيء بيصير كل سنه، يعني على طول الجيش هو بعده عم بيستقبل طلبات، بعده عم بيقدم على طول الجيش كل سنه عم بيصير طلبات على الكليه الحربيه،
والعماد قائد الجيش العماد أهوجي. يعني في أوقات بتأخروا بالنتائج الترمينال بنقول يمكن ما بدهم يعملوا حربية، بتلاقيه مصر هو إنه المدرسة الحربية يضل فيها 3 سنين. نعم. وامبارح وزعوا شهادات على التلاميذ لأنه ما في رئيس جمهورية، واليوم العماد أهوجي ما حب يترك المناسبة بدون شيء، نازل اليوم على الحربية يسلم على التلاميذ ويقول لهم مبروك لحتى بكرة بأول بكرة ينخرطوا بالحياة المسلكية. ونحن بنقول لهم مبروك كمان. خلينا نحكي شوي عن الدبلوم. يعني صار يعني الدبلوم يلي بيتاخذ من الكلية الحربية بيوازي البكالوريا. بكالوريوس بالعلوم العسكرية، يعني إجازة في العلوم العسكرية. هيدا هي. ايه نعم. الجمهورية اللبنانية. نعم. الجيش، الكلية. نعم. الحربية. نعم. شهادة الإجازة الجامعية بالعلوم العسكرية. ايه نعم. هيدي صارت بشهر 8/2011، صار في بروتوكول مع الجامعة اللبنانية، وصار الضابط بياخذ مثلا كريدت كذا كريدت بالماتيماتيك كذا. نعم. بيقدر يكفي بالجامعة. جنرال، شو ناقصكم بالجيش؟ يعني حضرتك كنت بالمعارك، واهم شيء انه كنت مدير الكلية الحربية. يعني طبعا رينا وسمعنا انه في مساعدة سعودية بمبلغ معين ما رح نحكي فيه، ولكن اكثر شيء بحاجة لشو غير الدعم اللي ما رح يوقف من الشعب اللبناني؟ انا بقول لك نحن حربنا على صعيد أزمة داخلية، سلاح يكون متطور أكثر أكيد أحسن، بس حتى بالسلاح هذا بس بدنا المعنويات الكافية يشيلوا إيدهم عن الجيش، يتركوا العماد أهوج هو يتصرف لأنه هو ربه. نعم. جنرال، ميرسي لزيارتك. خلي لي هيك. يعني نشكرك على كل العطاء وعلى المسيرة الحلوة وكل شيء عملته. كمان مرة يعني اليوم موضوعنا هو نعيد جيش لبناني، لأنه لازم نضلنا، مش لازم ننطر بس نهار واحد أول آب نتذكره، بس اليوم بهالمناسبة رح يكونوا المواضيع مركزة أكثر على مؤسسة الجيش. وأنا بهالمناسبة كمان بعيد العماد أهوجي والقيادة ورئيس الأركان والقادة كلهم سوا رفقاتنا، وبعيد الضباط والرتبة والأفراد، سيما انه بعدني طالع جديد، يعني اللي شهرين بعده صعب التقاعد؟ اكيد صعب، اكيد صعب. انا كنت قائد كليه، كنت انزل مع التلاميذ. نعم. بس بحق لك ترتاح كمان. ايه مزبوط. وعائلتك تنبسط أكيد فيه. اكيد. جنرال، ميرسي لزيارتك. امين، صباح الخير. صباح النور ألبير، كيفك؟ يعني هو مجرد اللقب بالعميد الركن المجوهر بخليني انا مندفع كثير. دفع. يعني انا بس بدي اذكر انه انا من خدمت، عملت الخدمه العسكريه بالدفع 37 بالسريه 24، وعملت التنشئه تبعيتي اللي ابدعت فيها بفوج المدفعيه الثاني بالبترون، وخدمت فعليا بالمركز العالي للرياضه، وكل الضباط يلي كانوا مسؤولين عني بعدني لهلا انا اصحاب كثير معهم، وكل العسكري اللي كانوا موجودين، كلنا نحن بعد بنشكل نسيج اذا بدك بين المدنيين والعسكريين. الحياه العسكريه شغله بتخليني انا كثير هيك، لانه بحب الحياه العسكريه، الديسيبلين الموجود فيها اهم شغله. نعرف مثل ما قال قد ايه، يعني كل وين ما تروح بلبنان بتسمع نيجاتيفيتي وبتسمع نيجاتيفيتي، وانا بشوف حضره العميد شو قال هلا قديش هو بوزيتيف قديش هو قوي. نحن فعليا بعدنا بعديد الاحتياط للجيش اللبناني، لانه انت لما تخدم تكون مجند وتطلع ما في شيء خلص بروح، بيقولوا لك دائما بذكروك انه انت رح يضل في منك شيء من الجيش اللبناني، ونحن دائما هيدا انا بفتخر فيه. وعند الحاجه لما الجيش اللبناني يدعينا، هي انا بالنسبه لي هذا الشيء محسوم، هي الجهه الوحيده اللي انا بندفع بروح لها. لازم يعرفوا قديش في دعم من الشعب اللبناني، وقديش الشعب اللبناني بيوقف بس ورا الجيش، لانه المؤسسه الوحيده انا بقول انه عندنا معرفه يقينيه انه هي الوحيده اللي ما ممكن يصير فيها ما في لعب مع الجيش اللبناني. هيدي بوجه له تحيه كثير كبيره، ونحن كلنا جيش لبناني. ثانك يو فيري ماتش امين. ثانك يو. كنت بدي اقول لك شيء جنرال، بس بوقف كثير وقت جنرال. معلش، خلص. ميرسي كثير، تفضل اذا بتحب. يعني انا لا خلص، مش الحال. ثانك يو امين. رح نبلش مع ورك اوت. عيدك 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 عي
عيدك عنا يومي.